أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة في كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع اتقوا الذين هم محسنون صدق الله العظيم.